أكد قائد المقاومة الوطنية عضو قيادة القوات المشتركة العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح دعمه للأبطال المفرج عنهم من معتقلات ميليشيات الحوثي الكهنوتية وإلائهم جل الاهتمام والرعاية، معبرا عن فخر واعتزاز كل مقاتلي الساحل الغربي بهم وبصمودهم. وفي حديث العميد طارق صالح مع الأبطال المحررين أثناء استقباله لهم صباح الاثنين قال: نحن سعيدون بخروجكم من معتقلات ميليشيات الحوثي، وكنا نحاول إخراج الكل مقابل الكل، لكن تعنت الحوثيين تسبب بإرباك إخراج باقي الزملاء الأسرى، ولكن إن شاء الله تكون هذه فاتحة خير وبشارة بأن الأمور تتحرك. وأضاف: أرجو أن تكون صحتكم بخير وعافية ولا يؤثر عليكم الأسر نفسيا، الرجال هكذا تغلب وتغلب، تأسر وتؤسر، وأنا أثق أن عودتكم ستكون إضافة لنا ولمعنويات زملائكم المرابطين في الخطوط الأمامية بجبهات الساحل الغربي عندما يرون زملائهم الذين قاتلوا معهم وأسرتهم الميليشيات الكهنوتية تحرروا وأصبحوا اليوم متواجدين بجوارهم. وأشاد العميد طارق صالح في حديثه مع الأبطال المفرج عنهم بدورهم النضالي قائلاً: أنتم أبطال وهمات يفتخر ويعتز بها كل مقاتل في الساحل الغربي وفي كل اليمن، أنتم وكل من خرج معكم ممن قاتل الميليشيات الحوثية في كل جبهات اليمن افتخروا واعتزوا بذلك، الأسر ليس عيبا، العيب من خان زميله وقضيته وترك سلاحه، أما من أسر فالرجال تغلب. مضيفا: الأسر وسام وشرف لكم مدى الحياة، شرف أنكم أسرتم أثناء القتال وخرجتم بعمليات تبادل الأسرى، لا أحد يقلل من شأنكم ولا أحد يقلل من معنوياتكم، وكونوا رافدا معنويا لزملائكم في الجبهات. من جانبهم عبر المفرج عنهم عن شكرهم وتقديرهم لقائد المقاومة الوطنية على الاهتمام الذي يوليه لهم ومتابعة قضيتهم حتى تم الإفراج عنهم من معتقلات ميليشيات الحوثي، مثمنين حفاوة الاستقبال الذي عبرت عنه قيادة المقاومة وجماهير الشعب في ذلك الحفل الحاشد الذي شهدته أمس الأول مدينة المخا تكريما لهم، مجددين العهد لقائد المقاومة بأنهم سيظلون حراسا للجمهورية وجنودا أوفياء للثورة والجمهورية وعلى درب ثورة الثاني من ديسمبر سائرين وبوصايا الزعيم الخالد ملتزمين.